هكذا يبدو المشهد الآن داخل القصر الجمهوري التي تقول القوات الشرعية أنها سيطرت عليه بالكامل وسيطرت على المباني الرئيسية الواضحة هنا في هذه الصور. أعمدة الدخان تتصاعد جراء القصف العنيف الذي يقوم به الحوثيون والقوات الموالية لهم بشكل عنيف على مواقع القوات الشرعية بعد أن كانت قد تمكنت من التوغل والسيطرة على كما قلنا على هذه المباني الرئيسية. يقوم الحوثيون الذين يتركزون في التلال المطلة على هذا القصر وخاصة تلة السلال والسوفتيل بقصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة، الدبابات والمدفعية الثقيلة، في محاولة لإخراج القوات الشرعية التي قد تقول أنها سيطرت بشكل كامل على القصر الجمهوري. هذه السيطرة هي تحمل أهمية رمزية بالنسبة للقوات الشرعية، كونها القصر يحمل دلالات رمزية وأيضا يمثل هزيمة رمزية بالنسبة للحوثيين والقوات الموالية لهم. لكن الأهم من ذلك هو الاحتفاظ بهذه المواقع، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال السيطرة على التلال التي لا زال الحوثيين والقوات الموالية لهم يتمركزون فيها ويشكلون خطر على وجود القوات الشرعية داخل القصر الجمهوري وكذلك أيضا داخل معسكر التشريفات والمواقع الأخرى. محمد القاضي، سكاي نيوز عربية، من مشارف القصر الجمهوري، تعز.